بس مرحبا، كيفكم؟ معكم الشقيقة. زي ما شايفين بنفل اليوم بصور من الجامعة الأردنية. التكوين اللي ماخذه تعمل علي التكوين اللي ماخذه المنطقة بصور فيها زي ما شايفين استمرت هنا. طبعا بقدرش أقرب كثير، كل ما قربت كل ما كانت المنطقة ممكن تكسر فيه وأنزل المي أكثر. رح أحاول أبين انعكاس الأشجار في المي، المنظر كله بالجامعة الأردنية. اخترنا وقت الغروب، إضاءة أجمل كثير، وادعوا لي بالتوفيق. الصورة إن شاء الله راح أشارك فيها في المعرض اللي راح يكون في الجامعة الأردنية، وأي أحد من الصور راح تكون مميزة للجامعة الأردنية. يعطيكم العافية.